وينضم إلينا مباشرة من المركز الوطني للأرصاد عبد الله البحري متنبئ جوي. أولا نمسي عليك بالخير، ومثل ما شفنا أن هناك فرصة لهطول أمطار غدا كما وضحتم في بيان المركز الوطني للأرصاد، لو تحدثنا أكثر عن حالة الطقس غدا بإذن الله. مساء النور. هنا نعم ان شاء الله باكر ان شاء الله بيكون الطقس مثل ما قلت صح، والغائم جزئي احيانا بتكون في فرص لتكون السحب الركامي على المناطق الشرقيه من الدوله والمناطق الجنوبيه، وممكن ان شاء الله يصاحبها سقوط امطار، بتكون ان شاء الله يعني مختلفه الشده بين خفيفه ومتوسطه وقد تكون غزيره احيانا. مثل ما ذكرت ايضا بيكون باكر في ارتفاع تدريجي لدرجات الحراره بتام الغد ان شاء الله. بالنسبه للرياح غدا بتكون جنوبيه شرقيه وتتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار، تتراوح سرعتها من 15 إلى 30 وتصل إلى 40 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة للدولة غدا على المناطق الساحلية والجزر تتراوح بين 37 إلى 43 درجة مئوية، والمناطق الداخلية العظمى فيها تتراوح بين 38 إلى 45 درجة مئوية. بالنسبة للبحر غدا إن شاء الله بيكون خفيف الموج في الخليج العربي في بحر عمان.